عنديش بإعاقة معاقة، قريت غير في محاربة أمي 4 سنين، عند غير الوالدة ديالي هي اللي كانت كتخدم عليا، هي دابا مولا ماتت ولا طرات لها شي حاجة أنا ما عنديش باش نعيش، غنطلع غير للسرقة والشارع، ما عندي ما ناكل ما نشرب. أهلا بكم مشاهدينا في أول عدد من برنامج أجي نديرو الخير. بطلة حلقة اليوم هي أمي ميلودة، سيدة في الخمسينات من العمر ديالها، كتعاني من مرض القلب ومن مرض السكري اللي بدات المضاعفات ديالو كتبان على الرجلين ديالها وأيضا اليدين، الشي اللي جعل منها سيدة تريحة الفراش وكتعتمد في كل احتياجاتها اليومية على الإبنة ديالها فاطمة الزهراء اللي بدورها كتعاني من إعاقة جسدية وصحتها على قد الحال. لحظة غادي نخليكم تعرفوا على معاناة هاد الأسرة على لسان الإبنة ديال أمي ميلودة فاطمة الزهراء، لنتابع. أنا سميتي فاطمة الزهراء أيت صالح، في عمر ديالي 24 سنة، تزاديت بإعاقة معاقة، ما كنقدرش نخدم ما ندير حتى شي حاجة، قريت غير في محاربة أمي 4 سنين، ما كنقدرش نخدم ما عندي لا خوتي لا حتى شي واحد اللي يعاوني لا حتى شي حاجة، عندها غير الوالدة ديالي هي اللي كانت كتخدم عليا حتى كبراتني ولات عندي 24 سنة، دابا ما كنلقاش حتى اللي صرف عليا لا حتى شي حاجه، حتى الماكله ما كنلقاهاش، كيعطونا غير الناس، وغير لا كانت بحال هكا مرت ولد عمتي هي اللي كتعطينا لا طيبات شي حاجه صافي كنلقى حتى شي حاجه، وهي مريضه هي اللي كانت هزاني، دابا هي 2 عام باش مرضات ما بقاتش قادره لا تجلس لو ما كتقدرش تجلس ما حتى شي حاجه، عندها السكر، عندها القلب، عندها طونسيو، مريضة ما كتلقى حتى شي حاجة، دابا مبقاش تقدر تنوض، دابا كنبغي غير باش ناخذ لها غير لي كوش كديرهم ما لقيتش باش ناخذهم لها، غير بحال هكا خديت من عند شي ناس ولا عطاوني كنجيب لها باش كندير لها لي كوش، وهي مريضة وكتشوف الحالة، أنا جالسة غير هنايا إلا بدات الشتا كتصب ولا كلشي كيطيح كيهودني كتفزك كاملة، ما لاقي لا فاش نسكنو لا والو، جالسة غير في هاد البلاصة. انا اللي كنبدل ليها كنتعذب معاها بزاف باش كنجلسها ما كتقدرش تجلس، وعندها واحد الدراع ديالها من فوق ما كتقدرش تحط حتى على ايدها بحال هكا باش تجلس، انا اللي مقابلها كنبدل ليها ليكوش كنبدل ليها حوايج كنبدل ليها كلشي، ما كاينش اللي يعاوني ولا اللي يساعدني، ما عندي لا خوتي لا خواتاتي اللي يعاونوني، كدير لها انسولين كلشي، ولا عندها السكر، عندها السكر بزاف، كتلقى كتعبروا كتلقى 6 ديال الغرام 3 5 4، عندها السكر طالع بزاف، كدابا كضرب العاديه في الصباح وكضرب السريعه ملي كيأذن الظهر، ودابا خاصها ضربه خاصها تاكل، الا ما كانتش واكله مزيان كتاثر عليها كتولي ترعد، دابا هي مع مرضات وما بقاتش عندها الصحه، بعض المرات كضرب السريعه بعض المرات كتقول لي ما نضربهاش، هي ما خاصني ناكل خاصني بزاف د الحوايج، ما كتلقى لا ما تاكل لا ما والو، ولا ما عطاوناش الناس ولا ما عطاتناش السيده مرت ولد عمتي ما كنلقاوش باش ناكل، والوالد عندي راه على قد الحال ما كيخدم ما والو، ما عندوش فاش كيخدم، كان كيخدم غير في التبن، دابا ما بقاش كيخدم فيه، حركه عيانه جالس، ملي كتكون الشاره كنتكرفسو كلما كيهبط بزاف كطيح الشا كيدخل لينا الماء كتولي مكرفسه الدنيا بزاف، كنطلب من الناس يعاونوني ويساعدوني ويعاونوني يشوفوا لي على الاقل غير باش نعيش ولا غير انا وامي، حتى انا ما عنديش باش نعيش انا وياه، هي دابا مولا ماتت ولا طرات لها شي حاجه انا ما عنديش باش نعيش، غنطلع غير للسرقه والشارع ما عندي ما ناكل ما نشرب، انا ما كرهتش الناس اللي ساعدوني وعاونوني يعني تشوف شي طبيب ولا تعالج وتوقف على رجلي، حيت انا هي اللي عندي في الدنيا ما عندي حتى شي واحد، وانا مريضه انا
انا محتاجه اللي يعاوني يساعدني، ما لقيتش انا نيت اللي يعاوني في شحال من حاجه. بغيت الناس وخوتي المحسنين يشوفوا قلبهم يحن من جهتنا ويعاونونا ويساعدونا، وبغيت ربي يدخل هاد الشهر عليهم الصحه والسلامه، وبغيتهم يعاونوني ووقفوا معايا. انا ما عندي حتى شي واحد اللي غيعاونني ولا اللي وقف معايا، انا كنطلب غير المساعده من الناس ومن المحسنين. انا والوالده ديالي ما عندي لا اللي وقف معايا لا حتى شي حاجه. كانت هذه هي القصه ديال ميمي لودا والابنه ديالها فاطم الزهراء، اللي كنتمنوا انها تجبر صدى في قلوبكم وتبادروا بالمساعده ديالهم سواء بالقليل او الكثير، وتخفوا من المعاناه ديالهم. اللي بغى يتواصل مع ميمي لودا فارقام الابنه ديالها كتظهر اسفل الشاشه. ما بقى لي غير نودعكم على امل لقاء بكم الاسبوع المقبل في حلقه جديده مع حاله انسانيه اخرى. كونوا في الموعد.